السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا في جمعية الفلاح الزراعية، جينا الساعة 10:30 ما لقيناش حد من الموظفين. الوقت الساعة 12:10، الوقت هذا الجس هذا الجس عشان ما حدش يشكك، هذا الجس ده جس. لا مش خالص، نعمل زي بعض، كل واحد يشوف شغله. ايه مش ذهب وذهب وما فيش شغل؟ يعني سبحان الله. ايه؟ ايه هو ما فيش شبه؟ هو كل جماعة نشبه يا حاجة. ده طبعا إقامة الصلاة، صلاة الظهر، إقامة الصلاة. دي إقامة الصلاة. دي صلاة الظهر بيجيبولها الصلاة، ودي الجمعية مقفولة تقريبا كده على 12 وثلث تقريبا كده. أدي الجمعية، وأدي المخبز شغال. طبعا المخبز مش هيشتغل للعصر، يعني ما تقنعنيش. أدي العيش على الأقفاص، دي الجمعية. هو في فساد أكتر من كده؟ أو في إهمال أكتر من كده؟ لا فساد ولا اهمال. هذا الباب جوه مكفوف، الباب الاولاني اللي الثاني، ونشوف الباب الثاني اللي هو الخشب. ده الباب الخشب ده برضو مكفوف. احنا ده ثاني فيديو نمسحه. ده الفيديو الاولاني واحد زعل ان احنا سالناه الساعه كام، وطلع في الفيديو ولا عم تجيبنيش انا سيبه ولا مش عارف ايه وريل، يعني دبنه يعني حلوه كده. انا مضيع وقت ايه؟ بس مش مشكله، بس كل واحد ياخد جزاء. هذه الجمعيه الزراعيه بناحيه الافلات، وشكرا. يا ريت الفضيحة دي حد من المسؤولين ياخد أي إجراء.